الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن وفي طاعة الرحمن سبحانه جل وعلا، راجيا ربي تبارك وتعالى أن يتحقق فينا ما وعد به الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده. وصلنا بفضل الله عز وجل ومنته وكرمه وتثبيته في رحلتنا القرآنية المباركة إلى صفحة رقم 224. قال تبارك وتعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الحديث متصل بما سبق من الآيات الكريمة، حيث أن الله تبارك وتعالى ذكر حال الظالمين فقال جل وعلا: ألا لعنة الله على الظالمين. ثم ذكر من صفاتهم الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. ثم قال جل وعلا: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني أولئك المتصفون بتلك الصفات لم يكونوا قادرين على الهرب في الأرض من عذاب الله إذا نزل بهم، وليس لهم خلفاء ونصراء من دون الله عز وجل يدفعون عقاب الله عز وجل عنهم، يزاد عليهم العذاب يوم القيامة بسبب صرفهم أنفسهم وصرفهم لغيرهم عن سبيل الله عز وجل. ودي المسألة اللي احنا بنكرر فيها مرارا وتكرارا، ان بعض الناس يعني هو بيكون أصلا على باطل أو بيكون على ظلم لنفسه أو على ظلم لعباد الله عز وجل، أو يوقع نفسه في المبقات والمهلكات وما هو سكت على كده، لا ده هو كمان بيحث غيره وبيدعو غيره إلى هذه الرذيلة وإلى فعل المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا واحدة ما هيش متحجبة أو متبرجة أو مش مقتنعة بالحجاب الشرعي، يا ريتها هي سكت على كده وسيبة غيرها مثلا يعني تدعي له ربنا يوفقه أو الكلام ده، أو تقول ربنا يوفقنا نكون زيه، لا تظل هذه أو هذا الشخص اللي هو كاره لهذا الشيء يظل ينكر على هذا الايه هذا الامر. واحد كاره الالتزام كاره الطاعه كذلك يحث غيره على عدم فعل الطاعه والعياذ بالله. فهؤلاء الظالمين ذكر الله تبارك وتعالى انهم بسبب صرفهم انفسهم وصرفهم غيرهم عن سبيل الله عز وجل ما كانوا في الدنيا يستطيعون سماع الحق والهدى، سماع قبول، ان احنا قلنا السماع في الكتاب الله عز وجل على أنواع: سماع للسماع اللي هو مجرد التسلية، وسماع للاستمتاع كمن يستمتع بصوت القارئ أو صوت الواعظ أو الخطيب، وسماع للاطلاع وكحال المنافقين اللي ممكن بيقرأ القرآن من أوله لآخره عشان يجيب آيات معينة يثير بها الشبهات بين المسلمين، والسماع الأخير سماع للاتباع. وهذا هو المطلوب والذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه، وهو المذكور في قوله جل وعلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قال تبارك وتعالى عن هؤلاء أنهم ما كانوا يستطيعون السمع، يعني ما كانوش بيسمعون القرآن سماع قبول، وما كانوا يبصرون، هم كان لهم عين وكل حاجة بس ما كانوش بيبصروا آيات الله عز وجل. سبق وأن قلت أن هناك بصر وهناك بصيرة. البصر كثير من الناس يتمتع بالبصر، لكن قل من الناس من يتمتع بالبصيرة. البصيرة ديت اللي هي بصيرة خاصة بالقلب، خاصة بالإيه؟ بالقلب. واحد مثلا شاف واحد ممن فتح الله تبارك وتعالى عليه الدنيا، فيتمنى أنه يكون يا ليتنا نكون مثل هذا الشخص، زي الجماعة كده اللي شافوا قارون قالوا إنه أوتي حظ عظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، لما قارون خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا
يا ليتنا نؤتى مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إنما الجماعة بقى اللي عندهم بصيرة، أهل العلم، أهل الإيمان والطاعة، ربنا يجعلنا منهم وأن نكون على دربهم وأن يلحقنا الله تبارك وتعالى بهم في الجنة. قال جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح ولا يلقاها إلا الصابرون. شفت بقى الفرق ما بين البصر والبصيرة؟ هي دي البصيرة، إنك أنت تبقى شايف الأمور على حقيقتها، شايف كل حاجة، ربنا كشف الحجاب عن عينك وشفت كل حاجة صح، بقى عندك منظور إسلامي، منظور شرعي، شايف بيه كل حاجة حواليك. قال جل وعلا: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. من دولة؟ من جماعة الظالمين، جماعة الظالمين. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعني أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. من الخسران؟ ربنا ولا هم؟ حاشا الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى غني عن عباده جل وعلا. الله تبارك وتعالى من أسمائه الغني، غني عن عبادة هؤلاء سبحانه جل وعلا. إنما العبادة النفع بتاعها راجع عليهم، أنت المنتفع بهذه العبادة، أنت المنتفع بهذه الطاعة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. يبقى هم الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك، باتخاذ الشركاء مع الله، وذهب عنهم ما كانوا يخترقونه من الشركاء والشفعاء. طيب، خسروا أنفسهم، احنا قلنا النفس في القرآن الكريم على ثلاث أنواع. إيه هم النفس في القرآن؟ ثلاث أنواع. هم النفس الإيه؟ اللوامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة، اللي بيلوم نفسه على الطاعة، بيلوم نفسه على الطاعة، دي درجة عالية. وفي اللي بيلوم نفسه على الصغائر من الذنوب، هفوات كده، نظرة ولا كلمة ولا حاجة، يفضل يعاتب نفسه ويلوم نفسه. العلماء قالوا كده، النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الصغائر من الذنوب، أو التي تلوم صاحبها على فعل الطاعات. تكسل مثلا عن صلاة السنة ولا حاجة، يفضل كده يلوم نفسه، أنا ليه بس ما صليتش، أنا كنت أخسر حاجة، عدى على يوم الاثنين ولا الخميس مثلا ونوى الصيام، بس يعني ما كملش الصيام، جاع الظهر كده، جاع ولا حاجة ولا حصل حاجة، فراح جاي إيه فطر، يجي يلوم نفسه يقول أنا ليه بس كده، مش كنت كملت الصيام، صيام يوم في سبيل الله يبعد عن النار 70 خريفة. أيوة، دي النفس اللوام، هم دول أصحاب النفس اللوام. النفس الثانية النفس الايه؟ الأمارة بالسوء، نعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه النفس إلا ما رحم رب. نفس الأمارة بالسوء، النفس دي عايزة تاخدك إلى الهلاك، تريد أن توردك مورد الايه؟ الهلاك، تلقي بصاحبها إلى النار، وهي من أعداء النفس، من أعداء الإنسان الأربعة، كما قال الشافعي رحمه الله: إني ابتليت بأربعة ما سلطت إلا لعنوتي وشقائي، إبليس ونفسي والدنيا والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعداء. النفس الأخيرة بقى، ودي اللي بنتمنى نكون من أهلها إن شاء الله، النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، النفس السابقة بالخيرات، السابقة بالخيرات، ما فيش طاعة بيفرط فيه، لا، كل ساعة وكل دقيقة بيحتسبها لله عز وجل، عايز يحظى بكل أوقات عمره لله عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يبقى الجماعة دولت أطاعوا أنفسهم، خسروا أنفسهم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني حقا أنهم يوم القيامة هم الأخسرون. صفقة يعني خسروا، شفت اللي بيبقى عنده تجارة كده ويخسر التجارة بتاعته، ها، خسروا التجارة بتاعتهم مع الله عز وجل، حيث استبدلوا الكفر بالإيمان والدنيا بالآخرة والعذاب بالرحمة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات التي فيها ترهيب من حال الظالمين ومن مآل الظالمين، تأتي آيات الترغيب في ذكر المؤمنين ومآل المؤمنين، ربنا جعل منه. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. يبقى الجماعة المؤمنين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة، ودائما الإيمان يأتي مقترنا بالعمل الصالح. مفيش إيمان في القرآن من غير عمل صالح، العمل الإيمان لا ينفك عن العمل، كلاهما مقترن بالآخر. يبقى مفيش إيمان، أصل إبليس قال انظرني إلى يوم يبعثون، ما تقولش عليه مؤمن. فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، ما تقولش فرعون مؤمن. ليه؟ لأنه لم يتبع هذا الإيمان بعمل. وبعدين أصلا الإيمان ما ينفعش في هذا الوقت، خلاص الأمر انتهى، أو إبليس أو الكلام. يبقى إيمان لا يتبع عمل، يبقى الإيمان ده ما ينفعش صاحبه أبدا. ها الإيمان ده ما ينفعش صاحبه إذا كان إيمان غير مقرون بالعمل. أنت في بطاقتك مسلم بس أنت ما بتعملش، أنت مش ملتزم بتعاليم الإسلام، يبقى دي مشكلة كبيرة خالص. يبقى آمنوا وعملوا الصالحات، وأخبتوا يعني خضعوا وخشعوا لله، أولئك أصحاب الجنة هم ماكثون فيها أبدا. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. شوف ربنا تبارك وتعالى بيمثل لهم المثل العظيم ده، بيقول مثل فريقي الكفار والمؤمنين زي إيه؟ زي الأعمى الذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع. وهذا مثل فريق الكفار الذين لا يسمعون الحق سماع قبول ولا يبصرونه إبصارا ينفعهم، ومثل السميع والبصير. وهذا مثل فريق المؤمنين الذين جمعوا بين السمع والإبصار. هل يستوي هذان الفريقان حالا وصفة؟ لا يستويان، أفلا تعتبرون بعدم استوائهما. وبعدين تنتقل الآيات إلى سيدنا نوح عليه السلام، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. يعني لما ظهر ما ظهر من إعراض المشركين عن الإيمان، سلى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هو أول من كذب. ما هي سورة هود دي كلها تسلية لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، مليئة بقصص الأنبياء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود، وكلا أن الآية التي شيبت النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وختمت السورة بقوله جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء الغيب إيه؟ ما نثبت به فؤاد، الآية الكريمة. فالله تبارك وتعالى جعل هذه القصص تسلية لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تبارك وتعالى أو ذكر الحبيب بقصص الأنبياء، فقال جل وعلا ولقد بعثنا نوحا عليه السلام رسولا إلى قومي فقال لهم يا قوم إني لكم نذير لكم من عذاب الله مبين لكم ما أرسلت به إليكم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أنا مش عايز منكم حاجة، كل اللي عايزه منكم إن كنتوا تلتزموا طاعة الله عز وجل، أدعوكم إلى عبادة الله وحده فلا تعبدوا إلا إياه، عشان أنا خايف عليكم من عذاب يوم عظيم. وده حال الداعي إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة بتاعته متبوعة بالشفقة والحب والرحمة والخوف على هذا المدى. وبيدعو لي أنا لما بقول لك يا فلان يعني قرب بقى ربنا وكفاية كده بعد عن ربنا والكلام ده، أنا بقول لك كده ليه؟ عشان عايز لك الخير، بحبك، خايف عليك من عذاب النار. هكذا كان سيدنا نوح عليه السلام. لكن هم يا ترى سمعوا الكلام كده على طول؟ لا، ده آذوا سيدنا نوح أشد الإذاء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الأشراف والرؤساء لدايما الكل حاجة بتخرج منهم قالوا إيه؟ الذين كفروا من قوم سيدنا نوح لن نستجيب لدعوتك لأنه لا مزية لك علينا، فأنت بشر ولأننا لا نراك اتبعك إلا مين؟ إلا السفلة فيما ظهر لنا من رأينا. لأن دائما يا جماعة أتباع الأنبياء كانوا من الضعفاء، كانوا من الشباب، كانوا من الفقراء، ده حال الأنبياء دائما. لما تيجي تنظر إلى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أو العشر المبشرين من الجنة تجدهم منين؟ من الشباب ولا من الطاعنين في السنة أو الكلام ده؟ من الشباب.
أو ممكن كانوا من العبيد زي سيدنا بلال وسيدنا عمار كما هو إيه معلوم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون. سيدنا نوح قال لهم أخبروني إن كنت على برهان من ربي يشهد لصدقي ويوجب عليكم تصديقي وأعطاني رحمة من عنده وهي النبوة والرسالة، وأخفيت عليكم لجهلكم بها أن أجبركم على الإيمان بها وندخله في قلوبكم كرها، لا نقدر على ذلك، فالذي يوفق للإيمان هو الله تبارك وتعالى. من فوائد الآية الكريمة أول حاجة، الكافر لا ينتفع بسمعه وبصره انتفاعا يقود للإيمان، فهما إيه؟ كالمنتفيين عنه بخلاف المؤمن. الكافر لا ينتفع بالسمع وبصره. رقم اثنين، سنة الله تبارك وتعالى في اتباع الرسل أنهم الفقراء والضعفاء لخلوهم من الكبر وكذلك إيه خصومهم الأشراف والرؤساء. رقم ثلاثة، تكبر الأشراف والرؤساء وكذلك احتقارهم لمن دونهم في غالب الأحيان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه مردا جميل. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ودينا قيما ويقينا صادقا، ونسألك النجاة من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.